معناها مفروض كونه ما عندهمش أخلاق ويجملوا هذا. هذه باهية لتونس. شكون اللي باش يحاسبني؟ العيادي. سيجي العيادي ما نجاوبوش لأن نكون مهبول لو كان نجاوب. وأنا ما نجاوبش في الأمور تاع الهبال. خلي على الشيرة. نحبش نقول كلام آخر. لا زاد نوليو في المحاكم. راجل ما يضبطش يقول. خلينا عليه. عندك الأولاني سي العيادي. سي عبد الرؤوف. نكون مهبول لو كان نجاوب عليه. عليه؟ ما نجاوبش عليه. وقول له بالمصر. أنا إنسان عقل. ونعرف شنو نقول. هذا لوح علينا. ثم واحد اخر نظنوا اللي عنده مرايات هذاك من حزب سي بير كرئيس لجنه ولا هذا هذاك لو كان جيت انا سيهان بادي تو نبعث له لوسي ونقول له جيب لي الدوسيات وتو نحاكمك ولكن ما نعملوش يهز وصبه الراجل فوتي الكلام كله كذب. مانيش مستعد باش نجاوب على المارك هذا. كان تجبدوا في التصاور تلقى واحده من القلق هذوما يجي يحكي لي عليهم. وهذا اللي يقولوا توا البايم اللي يتكلموا غادي هو سي الباشا صبط الله ما نعرفوش صبط الله ما كنتش والراجل فيهم ترى يجيب يقول لي كنت موجود ويجيب لي شاهد نجيب له الشهود فماش. واذا كان ثم واحد فيهم معناها عنده رجوليه معناها يقوم عليه بقضيه. انا ما نعرفهاش المراه بكل هذه اللي قلت عليها سي امباتي سيد الوزيره ما نعرفهاش. مقدر أدنى من اللياقة في التصرف ماشي شيء معناها هذه قالت خصومة نتاع نساء لا باش تولي تحارس حمام بداو تعركوا في الحمام. بون تحب الست عبد تكلم ما نجاوبهاش يعني ما ندخلوش في مولاها نوليو كيما حارس الحمام لا ما احنا ما نعرفوش. سي الباجي كل الست المحترمة أنا ما نجاوبهاش. لا أنا سألتك سؤال أنا قلت لك خلينا نفصلوا على الموضوع هذا لأن الكلام ما في برشا تخلوه ما نجاوبهاش. لا أنا سألتك قلت لك علاش مانيش مستعد باش نجاوب على المارك هذا. إيه بالموصل الكلمة الأخرى لا بالموصل إذا كان قلقت كلمة الأخرى خايبة شوية إذا قلقتك أنت ما تقلقنيش. لا تنجم تقلقني أنا تنجم تقلقني سي اللي يسمعوا فينا الكلمة الأخرى خايبة شوية. لا الذوق نتاعك أنت مش معناها عام. أنا نقول لك ما يقلق حتى حد. اش كانوا يعملوا هما؟ راهم هاربين كيف كانوا. هما ما يتذكروا كان وقت اللي دخلوا الحبس يحبوا ياخذوا جعال عليها. حيث هما نص كروسه راهم. لا تو يتكلموا باسم الشعب. اما الاخرين ياخذوا احنا عرب 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 كيف الاخ اللي جانا من مصر قال نحن عرب نحن عرب نحن عرب ايه ولا عرب على خاطر قال نحن عرب. عبد الفتاح بن ثابت يقول لم تاخذني الذاكره ما عرفتش كان قريت التصريح هذا فاني كاد ازم مش مجزم انه من قام بالتحقيق معي ان ذاك هو الباجي قايد السبسي نفسه يكذب الواحد قايد السبسي نفسه وهذا كان بن ثابت هذا يكذب ما نعرفوش انا وعمري ما حققت حتى واحد. والكلام تاع سي العيادي اللي قال العميد وشو كله كذب هذا ما ثماش مش موجود. وانا ما نبحثش مش خدمتي هذه حيث كله كلام فارغ هذا على خاطر الجماعه اللي يقولوا فيها كله كذب. صح يهز وصبه الراجل فوتي الكلام كله كذب ما تسمعش يعني الكلام الفارغ. وهو ابو قتاده وابو غزه وابو كذا شنو معناها هذا تونس هذه أنا. وقبل كنت تخرج في الخارج يقول لك تونسي السلام عليكم توا ولا فينا الشك لان ثلاث ارباع بتاعنا ولا معناها ارهابيين توا بالنقاب وبالدرشنوة هذيك هي المرأة والطفلة ثلاث سنين نعملوا لها واحد والطفلة ثلاث سنين نعملوا لها واحد والمرأة نطهروا لها وثم غير أسفات يعني الناس يخلقوا في الأمور اللي مش صحيحة. إذا كان مش يسيبوا عليها كلاب الشوك الكل هذوما اللي كانوا ساكتين وإذا بيهم خارجين توا بالواحد وقتها راني نعرف إنك باش نجاوب. هو توا بن صالح كان ساكت طول عمره توا البارح ولا معناه يهاجم فيها انا ما نهاجموش اللي نلتمس له عذر ولكن ما يكثرش عاد على بصوه. هذه الكلام تاع سي طارق بن خوجه وسي غمامر هذوما تو باش نقول كلمه كبيره عيب. اما اسال في الساحل شو يقولوا.
يقول له دلله ورايح بهمو. ما نحبش ندخل في هذوما الناس قلقسيه معناها خاطيهم. هذا يسميوه تقرقيش حناك، تقرقيش حناك. والسيد الراجحي هذا انسان كذاب. يا مهبول يا مهبول، انتم عندكم راي ومش راي انا، دبروا عليا. كيف اللي حاب نقيله وما نشاوركش؟ انا في بالي ليه؟ انا غالب. ثم تخلف مازال. وتبرعوا من هالشرذمه هذه، الدوله باش تطيح وتقف والناس تنهق في كل بقعه. يجيوا معناها ثلاثه ولا اربعه معناها قروده، فهمت الله، يفسدوا العمليه. وتو تجي ما عندكم شيء، عندكم كان الكلام يفر، وانت لو كانت تقعد على روحك تو نجبد عليها. ما هو ما عندك صبر، هي المشكله في الصبر. هز يديك الغادي وسلام، فهمت؟ بالله يجي انا هون يتكلم انت ترى. لا لا يجي يجي عايش ولدي. لا اتعاقب على شكون؟ على موسى الفراخي. لا هذاك اش عندي انا؟ اذا كانت تحب تخرج تفضل. تاكل غالي. فما تربية في وآداب. اي نعم. وما يلزمك تسكت وتسمع. نسمع سي الباجي. توا بالنقاب وبالدر شنو بالدر شنو، هذيك هي المرأة والطفلة ثلاث سنين نعملوا لها واحد والمرأة نطهروا لها.